قال وزير الخارجية سامح شكري إن الشرق الأوسط مقبل على منعطف خطير تنبأ عنه الأزمة الحالية في غزة من تفاقم الأوضاع واستمرار التصعيد العسكري. خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية وذلك على هامش اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة، طالب شكري بوقف إطلاق نار فوري ومستدام وببدء عملية سلام من أجل تحقيق حل الدولتين. مصر تعمل على بكل جهد لتناول كافة أبعاد هذه القضية، القضية الإنسانية، العمل على الإفراج عن المحتجزين والمدنيين، تناول قضية المساعدات الإنسانية وضرورة استمرارها، ولكن أيضا الإطار السياسي وهو ما سعت إليه من خلال قمة القاهرة للسلام بأن تتيح إطار يتم من خلاله التوافق على المبادئ التي يجب أن تحكم هذا الصراع، سواء كانت مبادئ متصلة بتكريس وتدعيم حل الدولتين أو كانت متصلة بالنواحي الإنسانية. سوف نستمر في هذا بالتعاون والتضامن الكامل مع أشقائنا في الدول العربية والدول الأخرى، ونأمل أن يكون هناك إدراك بأنه استمرار هذا التصعيد سوف يأتي بأثار غاية في الخطورة على المنطقة وعلى السلم والأمن الدولي.